بقول لك ايه يا اسطى؟ هو انت دفعت القسط الاخير بتاع العربيه؟ منين بقى؟ طب هتعمل ايه؟ هبيع التاكسي القديم. لا ما تبيعش حاجه، ربك هيدبرها باذن الله. هبيعه يا صلاح، ما عنديش حل تاني. طب لا مؤاخذه في السؤال بقى، انا هنزل في الورديه الجديده؟ وتستنى لما ندفع القسط ونخلص من القصه دي ونتنيل يا عبد العزيز، نشوف بعد كده هنعمل ايه. هو ده وقته؟ ربنا يلطف بيك يا اخويا، ربنا يلطف بيك. نصيبه كبيره ما كناش عاملين حسابها. منك لله يا بعيده، منك لله، وحسبنا الله ونعم الوكيل فيكي، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكي. يا ساتر، فيه كده في الدنيا بعد العمر ده كله والشيء بدأ ايه؟ كل ده يحصل لنا؟ لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. تعمل ايه يا مجنون انت؟ اقفلي الشباك هتفضحينا. اتخنقت. شوف انا قاعده هنا بقالي قد ايه، عايزه اشم شويه هوا. طب اقعدي شويه. ما تشمي هوا هنا احسن ما تشمي هوا في القسم. ما انت عارفه الحكومه وانسى قلبين الدنيا عليا، ده غير البلاوي، تعدد زيجات وزنا محارم. زنا محارم ده ايه؟ انت صدقت نفسك؟ ده هما ورقتين عرفي مضروبين، انت هتوديني في نصيبه. احنا ناقصين مصايب، مش كفايه البلاوي اللي احنا فيها، ده انا هربان من اعداء. وانا مالي يا اخوي؟ وانا كنت قتلت؟ ما هي غلطتي. وانت هربانه بطلعتي كيلو بودره. خلاص بقى، تخلي كل واحد في غلبه. كمل يا اخويا كمل. وانا جوزي في السجن، وانت مراتك طفشت منك. مراتك اللي هي تبقى اختي اللي طلعت بيها من الدنيا، لا انا عارفه هي بتاكل ايه ولا بتشرب ايه ولا عايشة ازاي. يا قلبي، على فكرة بقى انا مش انانية اهو النعمة، انا الدنيا هي اللي ملطشة معايا، بتوقعني في الطباط رايحة جاية، مش عارفة هتخلص على ايه. هتخلص هتخلص والله، هتبقى زي الفل. احنا نبيع الحاجة ونقفش الفلوس ونبقى في السليم، بس لحد ما ده يحصل نبقى بين الاربع حيطان. طب خلص يا اخويا، بيعهم كلهم على بعض. ما ينفعش، ساعتها أنسى هيسم خبر، لازم يتباعوا كده قطاعي. قومي انت بقى عاملين لنا كوبايتين شاي قبل ما نظبطك جوب عظيم. هو انت فاكر اني مراتك بجد؟ نيلة دي روح اتنيل اعمل الشاي. انت ماشي، هتنيلي انا اعمل الشاي وانت تنيلي اعمل لنا الجوب. اما اكل السندوتش الاول. اما اكل السندوتش الاول. ازيك يا لبنى؟ انا الحمد لله كويسه. وانت؟ انا الحمد لله كويس. هو بابا عندك؟ لا مش هين، لسه ما جاش. هو في حاجه؟ مفيش يا ابني. حلف عليا ما تدخلش البيت طول ما انت فيه. كل ده عشان قلت له بس خليك جوا. انا ما كنتش عايزه يحصل الكلام ده. لبنى يا لبنى، لبنى لما حيرتك وتسيب البيت ده دلوقتي حالا. ما ينفعش يا شيخ. مش عايز كلام كتير. حاضر، اللي حضرتك تأمر بيه، بس انا عايزك تسمعني. لو مش هسمع. انا هدفع لك فلوس وفلوس كتير قوي مقابل انك تبعدي عن ابني، مفهوم؟ بس انا مش عايزه من حضرتك فلوس. هو اللي حضرتك تأمر بيه، انا همشي ومش هتشوفني تاني. ايه اللي بتقوليه ده بس؟ هتمشي تروح فين؟ تبعد عننا، ما
بقالها عندنا اكتر من شهر. عالجناها واتكلمت وطلعنا الورق. عايزه مننا ايه تاني؟ انا والله ما كنت اقصد ولا كنت اعرف اني هحبه. انا اسفه. لا يا لبنى انت مش هتمشي. بابا لو سمحت ممكن نقعد بس ونتكلم؟ وبعدين انا خاف عليها هتمشي وهي مش عارفه رايحه فين. يا ستي هاجر لها مكان تاني بعيد عن البيت ده وبعيد عن ابني. حضرتك عملت لي حاجات حلوه كتير. كلكم. انا مش عايزه حاجه تاني همشي. لو سمحتي خدي حاجتك واتكلي على الله. ولا حاجتي عايزاه، انا زي ما جيت زي ما همشي. ما ينفعش كده يا شاهين. مش عايز كلام كتير. لو انتوا تنفذوا من سكات. سيبيها مها. ليه كده يا بابا؟ اللي حضرتك بتعمله ده ظلم. ظلم لبنى وظلم لطارق كمان. انا ممكن اظلم طارق بس مش هسيبه يضيع مني. مفهوم؟ اتفضل التليفون اللي حضرتك جبتهولي. انت ايه اللي جابك هنا يا ولد؟ انا مش منبه عليك ما تجيش البيت ده طول ما هي موجوده. انا جاي اخد لبنى وامشي. تاخد لبنى؟ ما تقدرش تاخدها. انا امنعك. انا اسف يا حاج بس حضرتك ما تقدرش تمنعني. حضرتك قدامك حاجه من الاثنين، يا تبارك جوازي انا ولبنى ونعيش كلنا جنبك، يا هاخدها وامشي.